وأولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن عالم الطفولة والمشكلات السلوكية اللي بيعاني منها كثير من الأطفال خلال مراحل حياتهم. بنلاقي رشا في بعض الأهالي عن جد عندهم معاناة في مشاكل معينة عند أطفالهم بتكون بتسبب لهم الإحراج يمكن قدام العالم، حتى بجو البيت ما بيكون مريح، وهالمشكلات يعني هي متعددة. أكيد نرمين، المشكلات بالسلوكية خلينا نتفق أول شيء أنه هي منشأة، يعني دائما الأخصائيين بيقولوا أنه هي منشأة من البيت، يعني معاملة الأهل كيف اليوم عم يتصرف مع الطفل هذا الشيء بيأثر سلبا أو إيجابيا على الطفل، إن كان بالعناد إن كان بالعدوانية مع الأشخاص. اليوم رح نحكي أكثر بهذا التفصيل ونعرف أهم المشكلات السلوكية. ضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية عزيزة نورس. بدي لك يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. كنا عم نحكي اليوم عن الطفل ومعاناة الأم، عم نحكي أنه واكي تحت لوان ودائما الأم ونفسيتها المنشأ بالبيت هو خلينا نقول الأساسات الأولى بتربية هذا الطفل وبإنشاء نفسية كانت سليمة أو كانت غير سليمة. خلينا نحكي اليوم عن مفهوم المشكلات النفسية. مشكلات النفسية هي عبارة عن مجموعة من التصرفات أو فينا نقول الأشياء اللي بيقوم فيها الطفل بتكون منافية للعادات وللقيم الاجتماعية. نعم. هاي الشغلات اللي بيقوم فيها الطفل بتكرار بتعمل قلق عند الأهل وتوتر، وبتعمل كمان قلق عند المربي. يعني لما يكون الطفل عنده مشكلة نفسية أو سلوكية أو تصرف خاطئ، فهو ما حيتلقى المعلومات سواء كان بالمدرسة أو التعليمات والتوجيهات والتنبيهات اللي هي بالبيت. وأحيانا الأهل بيحسوا مثلا بإحراج إذا طلعوا مكان، إذا راحوا عند ضيف، إذا أجوا لعندهم ضيف وكان عنده ابنهم مشكلة سلوكية، فهن دائما بيكونوا قلقانين ومتوترين من هاي المشكلة. من بعض هاي المشكلات السلوكية في عنا العناد، في عنا الضرب، في عنا الكذب، في عنا الخوف، في عنا العدوانية، في عنا مثلا بعض السلوكيات إنه فرط النشاط، قدم الأظافر. هي كلياتها مثل ما قلنا التصرفات اكيد حتعمل توتر عند الاهل، حتعمل قلق، حتعمل عدم راحه، والاهل دائما بيضلوا ليش ابني عنيد، ليش ابني ما بيسمع الكلمه، ليش ابني بيخاف، ليش عنده انانيه كذا كذا. فنحن هي تعريف المشكلات السلوكيه. تمام. طيب حضرتك ذكرتي بعض المشكلات يلي يمكن هي الشائعه وبيعانوا منها النسبه الاكبر من الاطفال، خلينا نذكر كل مشكله سلوكيه وشو سببها. تماما. هلا نحن اذا قسمنا المشكلات كلياتها تقريبا بتنبع من طرف، يا اما بيكون مشكله سببها اجتماعي، يا بيكون سببها مرضي، يا بيكون سببها نفسي، يا بيكون سببها بيئي. نبلش بالاجتماعي. هلا المشكلات الاجتماعيه يا اما من الاهل، من البيت نفسه، يا اما من المدرسه. احيانا بنشوف بالبيت مثلا بتقول لك ابني ما كان عنيد، بس لما انا مثلا ولدت اخوه صار عنيد. هون المشكله عرفنا شو سببها. غيري. لما عرفنا السبب احنا بنصير شو بنعمل؟ بنبحث عن السبب مشان نحله، سبب المشكله مشان نحلها. تمام. بالمدرسه مثلا هو صار عنيد، صار خايف من المدرسه، ليش؟ نبحث ليش. بنروح على المدرسه بنلاقي مثلا يا في استاذ عم يعنفه، عم يخانقه، يا في طفل عم يضربه، يا هو خايف من مثلا المعلومات عم تكون اكبر من ذهنه، اكبر من مخه، ما عم يقدر يستوعبها، عم يخاف من حصه الانجليزي، عم يخاف من حصه الفرنسي. فهي نحن عرفنا شو سبب الاجتماعي، يا من الاسره يا من المدرسه والمحيط. في عنا سبب مرضي، يعني مثلا في طفل بيكون الاهل ما لهم منتبهين وهو عنده مشكله بالسمع، بيقول لك عم نادينا ما عم بترد عليه. بيكون الطفل عنده مشكله بأذانه وانابيب، بيكون في عنده مشكله صحيه، بيكون مثلا عنده نقص فيتامينات، احيانا بتعمل هيك شغلات. فنحن كثير مهم نعرف شو هو السبب لنعالج المشكله. في عندك ممكن بالبيئه، الطفل مثلا المكان اللي هو موجود فيه ما له مرتاح، ما عم ياخذ راحته باللعب. مثل ما بنعرف نحن الطفل عنده طاقه وهي الطاقه لازم ينفسها. تمام. فاذا هو ما كان مرتاح، ما له مبسوط، ما له عم يحرك، ما له عم ياخذ حريته، فهون ممكن يصير عنيد، ممكن يصير عدواني، ممكن تقول الام عم يخرب، عم ينكت، عم كذا، ما عم يسمع الكلمه. تمام. ممكن يكون المنشا كمان من الاساس الام لما تكون حامل بالطفل، فهي بجوز هي تكون متوتره، بجوز اكلت زعله قويه، صدمه قويه، كان في مشاكل اسريه بينه وبين مثلا الاسره، بين زوجها. فهي هي المشكلات. فنحن لازم نعرف
سبب المشكلة لحتى نعالج. طيب الشيء اللي ذكرتي في خلينا نقول في شيء مشترك وعام بين الأطفال، وخاصة اليوم عم نحكي بجيل تكنولوجيا، يعني اليوم هاي الحالة عملت خلل بالأسرة يعني. ولكن إذا حبينا هيك نضوي بشكل دقيق على الأعراض، اليوم المدرسة والأهل هنن تشاركية بهيئة التربية، يعني هم يكملوا بعضهم، شو من الأعراض اليوم أنا بتأكد أنه اليوم طفلي عم يعاني من هي المشكلات، أو اليوم ممكن المعلمة مثلا تخبر الأهل أنه طفلك عنده مشكلة؟ تماما. وما هلا للعموميات يعني. صحيح. هلا بالنسبه بالبيت انا لما لاقي طفلي انه هو صار انه يبول بالليل، هو ما كان وصار بعمر اكبر من هي المرحله، لما اشوف طفلي صار مثلا عم يقضم اظافره، لما اشوف طفلي صار مشتت ما عم يركز، لما اشوفه صار مثلا كثير حركه عدواني عم يضرب كل رفقاته عم يخاف كذا، فهون بعرف اكيد انه هو صار عنده مشكله. بالنسبه للمدرسه كمان الانسه انه هي مثلا عم تعطي الدرس عم تعطي معلومه، ممكن يكون من الاساس الطفل ما له عم يستوعبها، او بيكون كان مستوعب ومنيح وتمام، صار لاحقا مثل ما قلنا هون بدنا نبحث عن السبب. فهون لما هذا الطفل عم يتصرف تصرفات سواء هي من الاساس موجوده عنده او ما كانت عنده وصارت عنده، فهون بنعرف انه هو الطفل عنده مشكله سلوكيه. طيب خلينا هيك ننتقل للحل مع كل مشكله لحالها، نكون هيك عم نوصل معلومه بشكل كثير بسيط للناس. نبدا مع مشكله العناد يلي بيعانوا منها كثير من الاهالي، وهلا العناد عم يترجم بكثير طرق، منهم مثلا بيكون بده شغله معينه بالسوق او بالسوبر ماركت بتلاقي طفل صار بالارض بده هي الشغله يعني. بشوف انا اهالي مثلا كثير بيكونوا بحاله احراج، او بيكونوا مثلا بزياره بعنده بدهم هي القصه، احيانا بيكون في عناد بالبيت بيتحول لحاله صريخ وبكاء، فكيف ممكن الاهل يتعاملوا مع حاله او المشكله السلوكيه اللي اسمها العناد؟ تماما. هلا اول شيء نحن ما بدنا نتصرف نفس تصرف الطفل، يعني انا لما الطفل بده يقول لي بدي شيء لا ما بتاخذه، انا عاند، لما انا عم عاند هلا الاهل هن مرايه لطفلهم، تمام؟ فانا لما بدي يكون انا عم عاند وانا عم كون عم بحكي بحده او بصوت عالي او بتوتر، فاكيد انا هذا الشيء رح اعكسه على طفلي، فمن الاساس نحن لازم نفهم بالطفل بكل تروي بكل هدوء وما نستنفذ طاقتنا ابدا ابدا. انا كثير بلاحظ انه بعض الامهات انه لا ما بده يطلع صوته بالشارع، او بتخجل قدام الجيران او قدام رفقاتها او لا، هذا انت عم تخلي الطفل يمسكك مثل ما بيقولوا من الايد اللي بتوجعك. طب لا شو تعمل؟ شو تعمل؟ تتركه وتروح؟ اول شيء لا، انا بهدوء بتروي بفهمه انه مثلا مثلا انا بده هديه بده لعبه من الطريق، تمام؟ انت عندك كثير العاب وحاليا ما في مجال انه انا اشتري لك، بكل هدوء بكل ترويه، ما عصب ما يعني اني ضوج تماما. ما قدرت انه انا اقنعه بهذا الشيء، برجع بقول له انه انت صار يبكي صار يوقع حاله بالارض، بقرب لعنده بكل هدوء، بحافظ على رزانتي بحافظ على هدوئي، ما عصب. انت حتى لو عصبت حتى لو ضربت حالك حتى لو في اطفال بيخبطوا راسهم بالارض بالحيط كذا، انت شو ما عملت فانا ما لي قدره هلا او ما راح اشتري لك لاحقا، وبس انت تغير هذا التصرف انا لا بوعدك انه انا راح اشتري لك ومننفذ الوعد لاحقا، تمام؟ بس انت بهذا التصرف حتى لو كنت انا بدي اجيب لك هديه فانا ما حاجب لك اياها، اهم شيء نتم حافظين على هدوئنا، تمام؟ نتم محافظين على هيك رباطه جسمنا مثل ما بيقولوا، وبكل هدوء بنمشي بنمسك الطفل ومنقومه من مكانه، ومعلش اذا اعطينا ضمه اذا حطيناه بحضننا، اذا يعني هي شغلات كثير بتهدي الطفل كثير بتخليه يعني، ودغري نغير الموضوع بيقلب نغير الموضوع، يعني مثلا نصير نحكي عن اي شيء بالطريق بالبيت، عن شو عملت بالمدرسه، شو لعبتك، اي لعبه بتحب كذا كذا، نغير يعني غيري، لا تبقي بنفس النقطه، متى ما ضليتي بنفس النقطة لا بدي لا ما بدك ما في في كذا كذا، فهون نحن عم نكون عم نعاده مثل ما هو عم يعاندنا، حيتم حيتصرف نفس السلوك. طيب خلينا هيك بالوقت المتبقي خلينا نحكي اليوم عن أطفال صار عندهم وضع خاص، خصوصا بعد 6 شباط بعد كارثة الزلزال، الأطفال اليوم صار عندهم أرشيف جديد بحياتهم يعني، وهذا الشيء سبب لهم خوف. اليوم كأخصائية تربوية نحن كيف قادرين نسيطر على هذا الخوف بحيث ما يتطور يعني نحن نتراجع فيه؟ تماما. هلا في عندنا اهم شيء بالاسره، وبعدين بنجي للمحيط الخارجي سواء كان الطفل بالمدرسه او بيروح على بيت جده او هلا انه نحن لازم بالبيت
اهم شيء انه نحن نضبط حالنا وما نبين كثير للطفل انه نحن خايفين، تمام؟ يعني مثلا نخفف من متابعة الشائعات، الأخبار، ما نشوف كثير هدول الشغلات يلي بتخوف يلي بتزعل، وقدام الطفل مثلا ممكن بعض الأهالي بيبكوا ويا حرام وكذا وكذا. صحيح. فهي الشغلات أنا عم توترني، فما بالك الطفل؟ فهي شغلات كثير كثير لازم احنا نخفف منها، ما نشوف الأخبار قدام الطفل، ما نشوف الإشاعات، ما نهول الموضوع. فهي أول شغلة. ثاني شغلة، نحن ما فينا انه ما نكذب على الطفل، او مثلا نحن ممكن بشكل مبسط نشرح له ونبسط له المعلومة. ثالث شيء، نعطي الطفل الثقة والامان انه الله سبحانه وتعالى شو ما كان كاتب للانسان، شو ما كان كاتب فهو ما بينأذى ولا بيموت غير بدقيقته، بوقته، بساعته. نعطيه الثقة، نعطيه انه دائما هو يتفائل، نعطيه الخير انه الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم ودائما بيعطينا الخير. الله بيحب الاطفال وكلنا بنحب الاطفال، ونحن دائما خلي عنا ثقة، خلي عنا أمل بالمستقبل، والله بالأخير مثل ما قلنا اللي كاتبه بيصير. ثالث شيء، نعطيه بعض التعليمات لما نحن نقول إنه في حال لا سمح الله بكل هدوء في حال صار وسمعنا، فنحن أهم شيء إنه أي مكان متواجدين فيه نحافظ على حالنا. مثلا في عنا طاولة حديد ممكن نحط رأسنا، نحط جسمنا تحتها، تمام؟ في عنا خزانة حديد ممكن إنه نحن نقعد فيها، في عنا مثلا حيط كتير قاسي وممكن انه نحن نوقف جنبه، ممكن نجي دغرينا عند ماما وبابا اذا كنا بالمدرسة، نسمع ما منصرخ ما منعيط، لانه نحن متى ما توترنا وصرخنا وعيطنا ما عاد نعرف ابدا نتصرف. يعني وكتير مثل ما شفنا في عالم كتير رايحة بالزلزال من التدافش، من التدافع، هي عم تهرب هي عم تركض. فهذا الشيء اللي سبب الزقر هو يلي اثر اكتر من الزلزال بحد ذاته. فهون نحن لازم نعطي هاي التعليمات للطفل مشان الطفل. وثاني شيء انه مثلا ننسيه، نلعبه، نسليه، نخليه يعيش حياته الاجتماعيه، يعني اللي مرق مرق، خلص نحن خلص نصير نمشي بقى ما نعيد. تماما، هي حاله اليوم منهكه للطفل انه يضل في اجواء الزلزال وترقب حدوث الزلزال. وقديش مهم هذا الحوار اليوم مع هذا الطفل، نفهمه هو صحيح زلزال وكارثه طبيعيه ولكن ممكن التعامل معه. نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. اهلا وسهلا، شكرا لحضورك اليوم لكل المعلومات. ودائما نحن بنقول بطاقه الحب والعاطفه قادرين نتجاوز نحن كثير قصص بحياتنا. شكرا لك.